الاوثر والانستتيوشن افليشن. ليه بنكتب الاوثر؟ الاوثر مكتوبين والافليشن طبعا. قول مثلا انا دكتور نبيل، نقول دكتور نبيل بي اتش دي فاكولتي اوف فيزيكال ثيرابي كايرو يونيفرستي، تمام. فانا قلت الافليشن بتاعتي، انا حاصل على ايه وانا بشتغل فين، وذكرت الجامعه. ده معناه ليه بتنذكر؟ ديكلير انتلكشوال اونرشيب، خلاص انا صاحب البحث ده، انا صاحب اللي فكرت، انا اللي عملت البحث ده، ده اونرشيب. بروفايد كونتاكت انفورميشن، طبعا انا قلت ان انا دكتور نبيل شغال في جامعه القاهره، شغال مش عارف في كذا. وطبعا واحنا لو انا كنت مثلا كورسبوندنج اوثر، انا بحط الايميل بتاعي والتليفون بتاعي علشان انا اللي بتواصل مع الجورنال. يعني انا لو انا الكورسبوندنج اوثر، معناها انا اللي ببعث الحاجات للجورنال، انا اللي بتقبل بشوف الريفيور والاديتور واخد منهم الكلام، هم بيتعاملوا معايا. فالجورنال ما بيتعاملش مع كل الاوثر، بيتعاون مع بس مين؟ مع الكورسبوندنج اوثر. فبروفايد كونتاكت انفورميشن. الديسيجن اون اوثرشيب، افري بيرسون ان كونتريبيوشن سيجنيفيكالي تو ورك، يعني كل واحد شغال ايه، تمام، ده في اي قسم شغال مش عارف ايه، يشتغل قد ايه في الحاجات ديت. طبعا بيبقى في بعض البحث يقول لك ايه، قول لي ايه الاوثر كونتريبيوشن. الاوثر كونتريبيوشن احنا مثلا خمسه في البحث، وبعض المجلات او يعني معظمهم بيقول لك ايه، كل واحد اشتغل ايه في البحث، عملته في البحث. طبعا الاوثرز كلهم كتيم ورك مع بعض، كل واحد بيبقى ليه دور، والدور الاخير كلهم بيشتركوا في ابروف المانسكريبت، ان هو خلاص ده في النسخه النهائيه نبعثه. فطبعا ديسيجن اون اوثرشيب، نشوف مين اللي طبعا مين الاوثر بتوع البحث ده. ترتيب بقى الاوثرشيب، طبعا ده بيبقى فيه اختلاف كتير. الفيرست اوثر يعني بيبقى في فيرست اوثر، سكند اوثر، ثيرد اوثر، في بعض الارتكلز اللي بيكون عليها سبعه وثمانيه اوثرز، تمام. فالترتيب بقى الفيرست اوثر ده هو اللي مثلا هو بيكون عمل معظم الريسيرش وكتب الميجور بارت اوف ذا ارتكل، يعني كلام نظري. في بعض الحاجات كله بيتوزع عليه ادوار وكله بيشتغل يعني الاقرب بطريقه متساويه مثلا. طيب اوثر بتوين الفيرست واللاست، اوثر هاف كونتريبيوتد تو وان واي اور ذا اذر تو ذا سكسس اوف ذا بروجكت، يعني بمعنى كل واحد اخذ مثلا حاجه معينه. طبعا عايز اقول ان الارتكل ده مش كلهم اشتغلوا بنفس الحاجه، ولكن كلهم شاركوا في البحث، كل واحد اشتغل خد جزء معاه، ولكن في النهايه كلهم زي ما قلت لك كلهم ابروفد المانوسكريبت، كلهم اريو، كتبوا تعليقات، عملوا حاجات، كتبوا عملوا ريكومنديشن، بحيث المانوسكريبت او الريسيرش قبل ما اروح للمجله يكون مكتوب واتعمل له جود رايتنج سكيلز. عشان احنا قبل كده خدنا الرايتنج سكيلز، هي اللي بتسهل عمليه الايه؟ بتسهل عمليه الببليكيشن. طبعا الاوثر ممكن يترتبه مثلا الفابيتيكال، يعني ايه؟ عشان يقول لك ايه انديكيتنج ايكواليتي، يعني كل واحد مثلا كذا، بدانا بحرف الاي والبي وهكذا. ولكن في معظم الحاجات بيبدا كسيكونس، يعني ديكريزنج انفولفمنت، يعني مين الاولاني كنا نشتغل اكثر من الثاني، اكثر من الثالث، اكثر من ايه؟ من الرابع. فكده كده ترتيب الاوثر مش هتفرق يعني، بس طبعا الاولاني بيكون هو الايه؟ يعني هو اكثر واحد مشارك فين؟ في البحث. اللاست اوثر يوجوالي كوردينيتد ذا بروجكت اند هاد ذا اوريجينال ايديا، طبعا مش شرط، ممكن يكون الميدل اوثر هو اللي كوردينيتد، هو الكو اوثر في الموضوع. خلاص، واحنا نعرف ان في اوثر افيليشن بتاعتك، ان اسمك والافيليشن بتاعتك ان انت شغال في جامعه كذا واخد مؤهلاتك ايه كذا، هي دي تعتبر. ده بيكون مثلا ايه وانت بتبعته للمجله، بيكون التايتل تحته اسماء الاوثر، وتحت بقى كده رقم واحد اللي هو الاوثر رقم واحد شغال ايه، الافيليشن بتاعه، الاثنين شغال ايه، الثالث شغال ايه، وهكذا. نبدا بقى نكتب، بيكتبوا تحت كمان الكورسبوندنج اوثر، اي واحد مثلا من الثلاثه اللي على البيبر هو الكورسبوندنج اوثر، بيتكتب بقى عنوانه وتكتب رقم تليفونه وايميله وحاجات كتيره، عشان هو ده اللي هيبقى كونتاكت مع الجورنال اديتور، وهيتبعت له كل الكومنت اللي هم عايزين يسالوا فيها او اللي عايزين يعملوا لها موديفيكيشن، علشان يبدا بعد كده ايه يعملوا لها اكسبتنس وتكنيشن. خلاص، سواء اكسبتنس سواء ريجكشن، لازم كل ارتكل يكون له كورسبوندنج اوثر.